قولي لهم بدي تليفوني انا دوري دليفري. صفحة وينية الدولة نزلت الفيديو عن حادثة سرقة التليفون وأخذت على عاتقها تدقق وتبحث عن هوية السارق والتبليغ عنه، وهيك قدرنا نتعرف على هوية الشخص المطلوب. أنا هلأ رايحة على حارة حريك مطرح سكن مصطفى عجور يلي معروف بأفو عجور لحتى نسأل عنه ونستفسر أكتر. بدي مصطفى عجور عالتاني قالولي ابو بيعته هون بيعه بدك توصلي لهم ملحمة السرقين بتعرفيها؟ ملحمة السرقين لأله هي بتلاقيها هلا هونيك عصر صدو بتلاقيها هيدا السبلين المحل يلي بيشتغل فيه مصطفى عجور. بس أنا كنت عايزكم بالموضوع هلا بتركوا ورا بس جيوا لهم بعد الظهر. هلا شفته هون قاطع من ربع ساعة هي قطع هلا عن المطار قطع هلا بسرعة. ومن بعد نطرة 7 ساعات قدام محله اتصلنا فيه وهيك كان جوابه. انت ليش اخذت التليفون من ديما؟ طب هي ليش برمت عليك الخبرية انت؟ ما بعرف يمكن انا يمكن مش انا ما بعرف في بقلبه داتا او كانت ممحية الداتا اللي بقلبه؟ شو داتا يعني؟ يعني كل شيء صور وفيديوهات وهيك كان في بقلبه او لا؟ هو تليفون عملها ينتهي هي مهتم كثير لعمر بسبب العلا اللي عملته هي. في ناس بلا يحطوا صور وما صور من التليفون مظبوطة الخبرية هاي هو اللي مستربين من التليفون؟ لا 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 هو صور عالم عم تشوفها على انستغرام. في شيء مهم على هالتليفون او لا؟ شيء مهم ما بعرف كوني محلي ما حدا بقدر تحكي ولا كلمة لأنه الموضوع أخذ أكبر من حجمه كثير. أولا هي مستفزة لأشياء كثير مش شوي. شو؟ إذا مستفزة بقشطة التليفون يعني؟ لا ما انت بالطريقه حكيك عم تثبت لانه هو التليفون معك. وين التليفون هلا مع مين؟ ما في موضوع اكبر منه ومنك خالص. احكي قولي لهم بدي تليفوني. خلينا نسمع بس في فويس نوت رح نسمعه لا مصطفى لا نفس الشخص. خلينا نسمعه برجع بتمنى منك تعلق عليه بمختم مع حضرتك بعد اذنك. انا صاحب الموضوع الموضوع بديما صادق هيدا رقمي وبدك صوره هويتي ببعث لك وكل شيء ببعث لك مشان ما حدا يبعث لك. انا مش حرامي وانا بيع عندي اولاد ونحن بنعجبك. موضوع ديما صادق كان موضوع استفزازي طالع عن الدرك وعم بتصورنا وعم تستفزنا هي ونحن مش ناس حراميه يا اخي صديقي. هذا الموضوع موضوع سياسي مش موضوع ديما صادق. هيدي العكروته هيدي وحده عكروتي حق السرميه. انا صاحب الموضوع بدك ابعت لك صوره هويتي. انا ببعث لك صوره هويتي اذا صورتي مش واضحه انا ببعث لك صوره كلها واضحه. انا مش حرامي انا بفتخر بالشيء اللي عملته عرفت. هاي العكروتي هي بتعرف حالها ليش فلت من البلد اليوم. بدك تحط الصوت هلا على على الفيسبوك حطه. بدك انا اطلع معك اطلع لك لايف هلا عندك على الصفحه بطلع شو بدك انا جاهز. هذا موضوع على موضوع هي بتعرف ليش ومع مين كانت عم تنسي وشو عم تشتغل على تليفونها. والله خليها تظهر عن الدرك مترين طلع بالفيديو اصلا قديش هي طالعه عن الدرك. ليش الناس عم تصورنا من ورا الدرك هي طالعه عن الدرك؟ بعدين احنا ما نزلنا مدينا ايدنا على العالم. نحن اول ناس نزلنا وكنا سلميين جدا. هاي وحده بادحه خيه وعم تفتعل المشكل بالبلد عم تدور على المشكل لانه عرفت حالها هي استفزازيه ظهرت عن الناس. ليش ما تاخذ تليفون بكل هالفتره الا تليفونها لهي؟ اتركها بموضوع صفة الأمنية هي تاخذ اجراها كذا بس انت مزودها زياده يعني. رجع بعت لك هويته او تواصل معك وطلع معك لايف او بصراحه انا بس عرفت هويته خلص اكتفيت يعني. انا بمجرد مهمتي كانت كثير محدده هي اكتشف هويه الشخص صحيح كصفحه مزبوط.